هل أنا ممكن إن أنا أعمل include the exception class جوه class تاني؟ اه ينفع عادي إن احنا include the exception class جوه class تاني زي ما احنا عاملين هنا كده، عاملين مثلا A class بعد كده عاملين include the exception اللي هو ال class exception اللي هو ال an exception ده. ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في أول الفيديو خالص، إن أنا ممكن أتشيك على positive، لا أعمل class مثلا بياخد positive integers بس، فأنا أتشيك هنا على ال positive ده. فأنا هنا أجي في المين هتراي إن أنا أعمل object وآخد ال object ده، فلو ال user دخل لي الرقم ده negative خلاص، فانا بعمل هنا تشيك بوست الفانكشن دي هيروح ينادي على الفانكشن دي، فالفانكشن دي بتقول لي لو الرقم ده نيجاتيف هيثرو ان اكسبشن، فالان اكسبشن ده كده ده كانه ده الاوبجكت بتاعي بقى اللي هنا الان اكسبشن ده، فبقول له كاتش انت هنا اي كلاس ان اكسبشن، فلو ده حصل قول له ايرور مثلا ان انت دخلت الرقم ده مش بوستيف والكلام ده كله. طيب البيلت ان اكسبشن اللي موجود في السي بلس بلس جواه شويه ممبرز، مين الممبرز دول اللي احنا محتاجين نعرفهم؟ اللي هم كونستراكتيف اللي هو بيعمل لي constructor exception object و destructor اللي هو هيدمره، والoperator equal ده اللي هو بينقل لي الexception object، وwhat دي function virtual دي الwhat دي بتعمل ايه؟ الwhat دي بترجع لي string، string ده فيه الexplanation بتاع الexception اللي حصل عندي ده، يعني مثلا هنا بيقول لي بعد كده ده out of range بسبب مش عارف ايه حصل في سطر كام والكلام ده كله، بيشرح لي اللي حصل، دي الwhat بتاعتي. فالbuilt in exception عندي هو ده الاكسبشن كلاس اللي هو ده موجود الكبير، في بقى جواه باد اكسبشن وتحتيه ران تايم اكسبشن والكلام ده كله. طيب في اللي هي الهاندلنج نيو فيلير دي عايزين نمسكها كده بالتحديد. لو انا جيت دلوقتي عايز اعمل دايناميك اري باستخدام النيو، او عايز ان انا الوكيت نيو في اي حاجه يعني مش شرط دايناميك اري، وحصل بعد كده عندي باد الوكيشن، ايه الباد الوكيشن ده؟ من اتش مكان في الميموري يعني خلاص. فلو جينا عملنا حركه زي كده هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا لو ما قدرتش احجز الاري ده هيثرو اوبجكت اكسبشن من باد اللوكيشن خلاص. طيب عشان انا اخليه ما يعملش ثرو لو هو ما قدرش يعمل باك باد اللوكيشن، بكتب السطر ده نيو اس دي نو ثرو، معناها ايه؟ معناها ان انت لو ما قدرتش تحجزه ما ترمليش الاوبجكت بتاع باك اللوكيشن. طب هو هنا هيعمل ايه في البوينتر ده؟ هخلي البوينتر ده هيساوي نل، مش هيساوي اي حاجه، مش هروح احجز بيه مكان في الميموري. طيب في اكزامبل هنا مثلا عندنا عن نيو فيلير اهو، انا عامل هنا لوب مثلا على array من array pointers، بخلي كل array pointers بحجز فيه array تاني صغير كده اللي هو او هو مش صغير يعني، بس بحجز بيه array تاني من double تمام. فبقول له خلاص لو انت حجزتها هت see out allocated. طب لو حصل اي error عندي، انا حاطط ده جوه try، فلو حصل اي error في السطر ده هيخرج وهيخش على الكاتش. الكاتش هنا عندي بتاعت باد اللوكيشن اكسبشن، اه تمام هي دي اللي هيلاقيها، او هي دي اللي انا الاكسبشن انا متوقع ان انا الاقيه، فاقول له انا حصل هنا عندي اكسبشن وخرج لي اي اكس دوت وات دي، يعني خرج لي هنا كده الاكسبشن اللي حصل عندك ده السترنج اللي بتشرحه هي ايه. طيب كذلك الانهيرتنس عندي احنا لسه قايلين ان هو كانه زي كلاس عادي، فانا ممكن ان انا اعمل منه انهيرتنس والكلام ده كله، ممكن اعمل منه ابستراكت كلاس براحتي جدا. البيز كلاس ممكن يكون في شويه فيرتشوال فانكشن واقدر ان انا اعمل اوفر رايد عليهم. البيز كلاس بتاع الابستراكت برضو فيه بيبقى لازم يكون فيه بيور فيرتشوال فانكشن خلاص، بحيث ان الكلاس اللي هي هتنهرت منه تقوم كاتبه الفانكشن دي بنفسها، كل واحده تاخد امبلمنتيشن بتاعها. الكاتش بلوكس تقدر تكاتش الريفرنسز للبيرنتس او تشايلدز بتاعتها عادي جدا. ممكن ان انا حتى اعمل انهيرتنس من البيلت ان كلاس اللي هو اكسبشن بتاعي واوفر رايد على الفيرتشوال فانكشن بتاعته واكتب الهاندلنج ليا خاصه بتاعتي. طيب هنشوف هنا دلوقتي شويه اسئله كده، المفروض في اول كل سؤال يعني نحاول نبوظ كده الفيديو نفكر بس كده السؤال ده بيقول ايه ونجاوبه كده، وبعد كده ارجع تاني مع الفيديو لو ما فهمتش الاجابه بتاعته شوف الشرح الموجود ايه.